لا يا هلا، بنروح لعند زميلتنا نرمين عمار المتواجدة على أوتوستراد المزة لرصد وقائع ماراثون لنركض لبسمة، واللي بيروح ريعه لأطفال المصابين بالسرطان، واللي بضم عدد كبير من الجمعيات الأهلية وأيضا كل المشاركين اللي حبوا فعلا يشاركوا هالأطفال برسم يمكن بسمة بخلال علاج لإلهم أو خلال تعاطف معنوي أيضا. يسعد صباحك نرمين. صباح الخير يا نرمين. صباحك زينب، تحية لك ولجميع مشاهدي الإخبار السوري. صباح النور ليا، صباح النور. نحن متواجدين معكم ليا وزينب، نحن متواجدين من مخرج الشيراتون لنرصد لكم انطلاق ماراثون بسمة. هذا كيف الماراثون المطرات الذي يقام نرمين؟ لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. المطرات غير شكل، يعني رغم ظروف الطقس بعضهم الأشخاص اجتمعوا وأصروا أنه ينطلق هذا الماراثون. كان في فكرة أنه يمكن يقتصر على نشاط معين، ولكن جميع المشاركين اليوم حابين يوم جمعة ونشاط وحيوية، حابين اليوم فعلا يدعموا هدول الأطفال. منذ دقائق انطلق هذا الماراثون، وعن جد في نسبة يمكن كانت مشاركة من مختلف الأعمار اليوم لدعم هدول الأطفال. هذا المسير انطلق قلت من مخرج الشيراتون، وتقريبا هو بيطول 4.2 كيلومتر، راح ينتقل على طريق الربوة أوتوستراد المزة و رجوعا الى مخرج الشيراتون. لنحكي اكثر عن هي التحضيرات وعن الرساله اليوم من هذا الماراثون، معنا كاتيا شطه وهي رئيسه العلاقات العامه والتنميه بجمعيه بس. ما يسعد صباحي. مرحبا، صباح النور، صباح النشاط والحيويه فيكم. شكرا كثير. شفتي للاسف يعني شو صار فينا والطقس، بس نحن ما في شيء، يعني العالم ظلت متحمسه وظلت بدها تركض، وكله كان ناطر لحتى المطر تخف شوي لحتى هن يركضوا. يعني وقت قلنا لهم انه الماراثون رح يباشر كثير كانوا متحمسين، وانا هذا كثير شيء بيسعدني. اكيد مثل ما حكينا اليوم انه هالاشخاص اللي موجودين هون يمكن مو بس دعموا اطفال بسمه معنويا ولكن ايضا ماديا. خلينا نحكي شوي عن هي التحضيرات اليوم، وبنعرف نحن سنويا عم يكون مثل هذا النشاط موجود بدمشق. تمام. هلا طبعا هلا كل الموجودين اللي هون معنا العالم هن جايين ليدعموا بسمه معنويا، ويقولوا نحن معك يا بسمه ونحن بنساندكم ونحن بنهتم بالاطفال المصابين بالسرطان، بس كمان ثمن البطاقة، لأنه حق البطاقة 3000 ليرة وهي بيعيد ريعة كامل لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. فنحن كتير بيعني لنا وجود كل هالعالم اليوم إجت تشاركنا هذا النهار وتقلنا أنه هي معنا من جميع الأطراف. يعني شفتي في أطفال كتير صغار وعالم كبار طلاب مدارس، فنحن كتير هذا الشيء كان بيعني لنا. أكيد. كمان بدنا نحكي شوية مثل ما قلنا عن التحضيرات اللي سبقت هذا الماراثون. مثل ما عرفنا كان في إيفنت على الفيس، حاولتوا تحشدوا يمكن أكبر عدد من الناس، نحكي شوي عن هاي التحضيرات. تمام. هلا نحن هي السنه مثل ما بتعرفي يعني كان اكثر شيء اتجاهنا على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لانه هي صايره موضه والعالم كلها هيدا الشيء اللي عم تتواصل فيها مع بعضها. فقلنا هي السنه رح يكون نكثف نحن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اللي صار. يعني صرنا ندعي العالم ونشرح لهم عن التحضيرات كلها. يعني نحن تقريبا صرنا شي شهر ونص عم نشتغل لتحضيرات هيدا الماراثون وعم ندعي العالم، فيعني هي مناسبة كتير حلوة. شكرا كتير لك. يمكن الكاميرا الإخبارية السورية قدرت يمكن ترصد الأشخاص اللي موجودين على مخرج الشيراتون. في عنا بعض الأشخاص المتواجدين وهنا حالة فريدة، أشخاص متواجدين اليوم على الكراسي المتحركة لدعم الأطفال، رح ناخذ آرائهم. مرحبا، صباح الخير. صباح النور يا أهلا. اليوم جايين اليوم برغم كل الظروف لندعم اليوم أطفال، بس ما رسالتك اليوم من هالماراثون؟ اليوم جينا نشارك دعم مرضى السرطان. طبعا احنا جينا اليوم لنسنده لنآزرهم، نعرف احنا اي شخص عنده مشاكل كذا، وقت يلاقي اخي يسانده يشيل عنده همومه تخف عنده المشاكل. نحن جينا اليوم نحط ايدينا بايديهم كلياتنا ان شاء الله هيك واحد. اكيد اكيد ان شاء الله. كمان رح انتقل لاحد الاشخاص. مرحبا، يعطيك العافيه. يا هلا. اليوم هيك جمعه يمكن اذا بدي اقول ورغم المطر بعد يمكن الاشخاص مصرين ينطلقوا بهذا الماراثون، خبرني عن رسالتك اليوم. طبعا جينا دعم للفعاليه لنكون بصف كل حدا بيعاني من هاي الامراض، سرطان وغيره. اكيد. شكرا كثير لك. رح ناخذ كمان احد الاشخاص. مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يا هلا. اليوم نازلين احنا يمكن من كل الاعمار لندعم اليوم اطفال بسمه، رسالتك اليوم من هذا الماراثون؟ نحن بسوريا شعب ما بيموت، شعب حي، شعب عمر حضارته 10000 سنه وما لا يمكن انه ننهزم. يعني
لا يمكن أن ننهزم، وراح نضل نعبر عن حضارتنا وعن انسجامنا وعن حبنا للحياة. مثل ما شفنا ليا وزينب، يمكن كانت أجواء الماراثون مثل ما قلنا هو انطلاق، ورح نحاول يمكن نرصد لكم يا لما ينتهي تقريبا الماراثون، بده بحدود 3/4 ساعة. مثل ما قلنا اليوم من مختلف الأعمار، كبار صغار، اليوم على الكراسي المتحركة جميع الأشخاص اليوم جايين بحالة دعم لهدول الأطفال. ومثل ما نعرف أن الماراثونات هي صارت من الطرق التعبير اليوم اللي الشباب السوري يمكن والمجتمع السوري عم يحاول دائما يوصل من خلالها رسالة. رح نرجع لكم على الاستوديو. نرمين، واكيد ليا بدنا نوجه تحيه لكل اللي عم بيشاركوا بالماراثون، وخاصه اللي كمان عندهم يمكن مشكله وقاعدين من الكراسي المتحركه حابين يشاركوا. صحيح. هالاطفال هي الدعم يدعمون معنويا، يعني شكرا لكل حدا هلا اكيد عم بيشارك بماراثون لنركض لبسمه لدعم الاطفال المصابين بالسرطان. واكيد نرمين رح نبقى معك حتى توافينا بكل جديد. أكيد نرمين، يعني برغم ظروف الطقس السيئة عم نشوف هلأ كنا طبعا الناس كيف عم ما زالوا عم يتوافدوا للمشاركة بالماراثون. ما في أحلى من السوريين، وما في أحلى من سوريا، ما في أحلى من قلبنا الواحد يلي كلنا منحب بعض ومعطائين ومنشارك بكل شيء بحلوة وبمرة ومع كل يمكن ظروف الطقس البشعة.